طيب سماحة الشيخ، الآن يعني ما نسمعه من قضية الحوار هذه نسمعها كثيرا، وقد شارك فيه يعني بعض الفضلاء يعني من علماء المسلمين. أولا قضية المجادلة يعني مع أهل الكتاب ومحاورتهم، نريد لها تأصيلا. بالنسبة للحوار مطلوب دائما، نعم، وهو للسعي لإظهار الحق وبيان بطلان الباطل، وهذا مما جاء به الرسل. نعم، فالرسل جادلوا وحاوروا وأظهروا الحق وأبطلوا الباطل، وحينئذ تقوم الحجة لله سبحانه وتعالى. فمن أراد الله هدايته هداه، ومن لم يرد هدايته فقد أقمنا عليه الحجة، نعم، وبرئت منه الذمة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، والجدال والحوار معهم مطلوب، لكن ليس في أصل الديانة، نعم، بل في دعوتهم إلى دخول الإسلام. نعم، وكذلك فيما يتعلق بالمصالح في السياسة منهم، فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم المشتركة، هذا لا حرج به. لكن رجال الدين الذين لا لهم في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في التصنيع ولا في السلاح، وإنما بأيديهم هذه الطقوس والأمور التي لا يصدقها عقل ولا فطرة ولا تنفع في دين ولا دنيا ولا تنفع في أي شيء، هؤلاء الحوار معهم معناه قصد إقامة الحجة عليهم وإقناعهم بأن هذا الرسول صادق وأنه حق وأن هذا القرآن معجزة وأنه موجود. نعم، وهذا مشروع، لكن بضوابط محددة حددها الله بكتابه. نعم، فالله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم، ويقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأولا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، فهذا نهي في الأصل عن الجدال. نعم، ثم استثنى قال: إلا بالتي هي أحسن. نعم، والتي هي أحسن هي السعي لدعوتهم إلى طريق الحق، والسعي لإقناعهم، الإقناع الكامل العقلي والعاطفي والفكري. إلا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء جادلوهم بالتي هي أخشن. نعم، لأنهم ظلموا. نعم، ولذلك لا بد من مقارنة الظلم بالظلم، هذا ما فعله الصديق أبو بكر مع بلعام. نعم، نعم، فالله سبحانه وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا الإيمان بالمنزل وليس الذي بأيديكم. نعم، الذي أنزل الله، أنزل إلينا وأنزل إليكم. نعم، الذي أنزل الله من الكتب السماوية آمنا به وصدقنا. نعم، فيدخل في ذلك التوراة التي كتب الله لموسى، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، والزبور الذي أنزل الله على داود. نعم، كل ذلك نؤمن به كما نؤمن بكتابنا، ونؤمن بهؤلاء الرسل أنهم عند الله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بأنهم معصومون وبأنهم رسل الله وأنهم بالجنة. نعم، ولكن نؤمن بأننا أولى بهم من هؤلاء. نعم، هؤلاء لا صلة لهم بالسماء كما ذكرنا، ولا بالأنبياء، ونحن ورثة. نعم، الأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن أولى بموسى منكم. نعم، فصامه وأمر الناس. نعم، لذلك نحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى. نعم، وأولى بداود وسليمان من اليهود والنصارى، وأولى بزكريا ويحيى من بني إسرائيل. فهؤلاء رسل الله، نحن لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بهم جميعا. نعم، ونحن أولى بهم من الذين قتلوهم وكذبوهم وتألبوا عليهم وتآمروا عليهم. من العجائب سماحة الشيخ بأن بعض الناس استدل بهذا الحديث، يعني نحن أولى بموسى، على جواز الاحتفال بالكريسماس مع النصارى، قال: نحن أولى بعيسى منهم. عيسى نحن أولى به، لكن أولى بأن نعرف أنه نبي الله ورسوله، كلمته أوحى إلى مريم، ولا نعتقد أنه إله ولا له طقوس ولا له تعظيم مثل إلا تعظيم الرسل. نعم، فلذلك لا يحتفل بمولده ولا بغير ذلك. نعم، مثل غيره من الرسل. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه. نعم، من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، هذا الذي نعتقده ندين الله به. فلذلك السعي لإقامة مثل هذه الأمور
والترويج لها، إنما هو مباشرة السعي لمسح الحق. نعم. والتسوية بينها وبين الباطل. نعم. فلذلك الحوار ليس حوارا بين الأديان، في الأديان ما هي موجودة الدين واحد كما ذكرنا. نعم. لكن الحوار بين أصحاب الأديان. نعم. هو على أساس دعوتهم. نعم، دعوة من الله بتزييف ما هم عليه من الباطل، وهذا الذي عرفناه في تاريخ الأمة كلها. نحن ما أغلقنا باب الحوار أبدا. نعم. هم الذين يغلقونه. طيب سماحة الشيخ، في أيام نعم أيام عبد الملك بن مروان أرسل إلى ملك النصارى قيصر، أرسل إليه الإمام عامر الشعبي، عامر بن شراحيل من سادة التابعين. نعم. فحاورهم وأقنعهم ولم يستطيعوا أن يقارعوا الحجة بالحجة، فأرادوا أن يتخلصوا منه، فكتب قيصر إلى عبد الملك كتابا يقول فيه: عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي يؤمرون غيره من أجل أن يوغروا صدره. نعم. فقرأها عبد الملك، فدعا الشعبي فقال: أقرأت كتاب العلج؟ قال: لا. قال: أقرأه. فقرأه، قال: ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. الله. نعم. فقال: إنما أراد أن يوقع بيني وبينك. ونظير هذا أيضا ما حصل لأبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب رحمة الله عليه. نعم. فإنه حين أرسله الخليفة إلى الروم لمحاورتهم، كان ملك الروم ذاك من المتكبرين المتجبرين، لا يدخل عليه أحد إلا منحنيا يركع بين يديه. نعم. وعلم أنه لن يركع له، فدعا العقلاء من أصحابه وسألهم عن حيلة يركعونه بها، فقالوا: الأمر سهل، نأخذ منبرا له درجات في الدخول ودرجات في الهبوط، ونجعله في باب الدخول فلا يدخل منه إلا منحنيا ويكفي كذلك. فجاء أبو بكر الباقلاني، فلما وصل إلى هذا الباب ورأى الدرج الذي فيه عرف الأمر، عرف أنه درج خشبي وأنه محدث، وأنهم ما ضيقوا الباب إلا لأمر، وكان سريع البديهة. فالتفت إلى القفا وجاء يصعد على قفاه مستدبرا إياه، يولي الملك بظهره. فوضعوا أيديهم على جباههم حياء من هذا المنظر حين احتقرهم بهذا الاحتقار. نعم. ولما وصل إلى الملك عرفه بجلسائه، فحتى وصل إلى البابا فقال: هذا البابا الأنبا شيخ النصرانية. نعم. مشرقي، شيخ الكنيسة المشرقية. فالتفت إليه بكل كليته وسأله، قال: كيف زوجته والأولاد؟ نعم. فضجم في المجلس وقالوا: إنا نقدسه عما تسأله عنه. قال: سبحان الله، لا تقدسون من خلقه عما ما أسأله عنه، وتزعمون أن الله اتخذ صاحبة وولدا، وتزعمون أن هذا البابا لا يتخذ صاحبة. سبحان الله. نعم. نعم. فأقام عليهم الحجة في كل أمر عرضوه له. نعم. عندما سألوه عن عائشة، قضية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن بعض المنافقين اتهموها بالزنا في غزوة المريسع. نعم. قال: نعم، هي بريئة كما أن مريم بريئة، وكل واحدة منهم اتهمت، ولكن واحدة أتت بولد وواحدة ما أتت بولد. نعم. يعني هي أولى بالتهمة لو كانت ثمت تهمة. حاشاها، هي غير متهمة، حاشاها رضي الله عنها، هي غير متهمة، ولكن نعم. فقط أراد أن يقيم عليهم. نعم. نعم. نعم.